للحديث أكثر عن مسودة قانون العفو العام الذي أرسلته حكومة السودان إلى مجلس النواب وإمكانية حله لأزمة المعتقلين في السجون، معنا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن دكتور صباح المختار. مرحبا بكم دكتور صباح معنا. مساء الخير، أهلا بكم. إذن هذه مسودة جديدة دكتور لقانون العفو العام أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، كيف ترى مجملا يعني هذا المشروع أو هذه المسودة؟ أولا كما قد يعلم المشاهد أنه كان هناك في العراق قانون رقم 19 لسنة 2008، قانون العفو. ذلك القانون لم يكن عفوا، وإنما كان عن عفوا عن بعض الأشخاص لتوفير الخروج من السجن. ثم صدر القانون 27 لسنة 2016، ولكن هذا القانون أيضا أفرغ من محتواه لأنه قصر الفقرات على الجرائم الإرهاب بعد العاشر من حزيران 2014، وبالتالي شمل كافة أهل السنة وترك كافة الشيعة في هذا المجال. الآن المطلوب هو إصدار قانون لتعديل هذا الوضع. يبدو أنه لكي يبقى السوداني رئيسا للحكومة كان هناك اتفاق سياسي الذي بموجبه منحت الحكومة ثقة البرلمان. هذا الاتفاق السياسي يتضمن تعديل القانون بما يكفل نوع من أنواع العدالة، ولكن من الملاحظ أولا من حيث المبدأ أن أي عملية تشريعية التي تستند إلى التوافق السياسي فيه استمرار للإساءة إلى الأبرياء، لأن التوافق السياسي يعني أن هناك مجموعة ستحصل على امتيازات وأخرى لن تحصل عليها. القانون هو العدل، هذا لا يحقق العدالة، نعم، وهو عدم التفرقة. حينما يكون هناك ما يسمى بالتوافق السياسي، فمعنى ذلك أن بعض الكتل السياسية ستحصل على امتيازات أكثر من الأخرى. هذا التعديل على ما يبدو في الوقت الراهن أنه قد يكون تحسينا لما جرى، ولكن المشكلة في العراق هي ليست في التشريعات. المشكلة في العراق أنه دائما أن التشريعات التي تصدر في العراق حتى لو كانت معتادة وطبيعية يجري تنفيذها من قبل القضاء بطريقة خاطئة، ويجري تنفيذها من قبل السلطة التنفيذية حسب الأهواء. هناك مثلا في هذا أصلا هو موضوع العفو هو موضوع شائك، لأنه تحديد من هي الجهات الإرهابية بحد ذاته هي فيها إشكالية. هذا يقودنا، عفوا دكتور إن سمحت لي، يقودنا إلى أكثر ما استرعى اهتمام المراقبين هو تعريف الإرهاب في هذا القانون. يعني هل ترى أن هذا التعريف بحسب اطلاعك تحققت فيه سمات القواعد القانونية لنقل؟ أخي تحديد مفهوم المجموعات الإرهابية يعتمد على شيئين، الشيء الأول هو التسميات، نعم، والشيء الثاني هو العمل. يعني حينما تقوم جهة ما بغض النظر عن تسميته، سواء كانت ميليشيا مقتدى الصدر أو ميليشيا الآخرين، هذه غير مشمولة بالتسمية أنها إرهابية، ولكن داعش التي هي أيضا منظمة إرهابية تعتبر إحدى المنظمات الإرهابية، وبالتالي الانتماء إلى داعش بغض النظر عن الفعل يعتبر جريمة، وبالتالي لا يخضع الإنسان الذي اتهم بهذا. طبعا أنا لن أدخل في موضوع كيفية تم اعتقال هؤلاء الأشخاص، وهل جرت محاكمتهم أو لا، وهل حكموا أو لا، وعلى أي أساس تم الحكم عليهم، هل هو بواسطة المخبر السري أو الاعتراف الناتج عن الإكراه، أو أنه مجرد أن يتهم شخص آخر بأنه من هذه المجموعة أو تلك. فهناك جانبين، الجانب الأول فيه الإشكال وهو جانب التسميات، يعني حزب الله لا يعتبر منظمة إرهابية، لكن منظمات أخرى
تعتبر إرهابية. نعم. جماعة قيس الخزعلي، نسيت اسم المجموعة، عصائب أهل الحق. نعم. عصائب أهل الحق تعتبر جزء من القوات المسلحة. نعم. بالرغم من أنها ترتكب جرائم مستمرة، من الاختطاف إلى الاغتيالات إلى التفجيرات إلى قتل المتظاهرين، لا تعتبر إرهابية كمنظمة. وبالتالي هل أن القانون سيشمل العمل أم يشمل التسمية؟ لأن يفترض بالقانون أن يشمل العمل، أي أي قتل خارج نطاق القانون بغض النظر عن المرتكب، سواء كان سني أو شيعي، سواء كان من مجموعة الفلانية أو المجموعة الأخرى، أن هذا العمل إذا أدى إلى الإضرار وفق التعريف للإرهاب، يجب أن هذا الشخص لا يخضع أو لا يستفيد من الإعفاء. أما إذا كان الأشخاص قد حكم عليهم أما لأنه حسب الأسماء أو لأنه الاعترافات بالإكراه أو لأنه المخبر السري أو لأنه اتهموا بأنهم منتمين إلى داعش، يعني هناك في العراق الآن مجموعة كبيرة من البشر، نساء وأطفال وشباب، يعتبرون الآن كأنهم إرهابيين، لأنه أما أبهاتهم أو أزواجهم أو أشخاص من العائلة كانوا ضمن داعش. نعم. وهذا منتهى الظلم. هذا وفق صحيح. كافة المعايير هو ظلم. نعم. فهل أن القانون الجديد سيعالج هذه المسألة أم لا؟ هذه مسألة يجب أن ننتظرها، ولكن يعني لا أزال أنا آمل أنه هذا التعديل أولا يكون أكثر وضوحا، وثانيا أن يجري تطبيقه بطريقة أكثر عدالة، لأن المسألة هي ليست موضوع فقط إصدار قوانين. القانون هو يعني في وقت ما قيل في العراق أن القانون هو شيء يعزف عليه بالليل ويعدم به الناس البشر بالنهار. هذا ليس هو القانون، وبالتالي أنا أظن أنه يجب أن يصدر قانون للعفو، يجب أن تتم مراجعة قانون العفو رقم 27 سنة 16. حسب ما فهمت أن المسودة التي طلب مجلس الوزراء اعتمادها لتقديمها إلى البرلمان هي نفس المسودة التي كانت ضمن الاتفاق السياسي والذي صوت عليه مجلس النواب حينما صوتوا على البرنامج الحكومي. نأمل أن يكون هناك شيء. بالتأكيد هذا الأمر هناك من يعارضه لأسباب مختلفة، ونحن جميعا نستطيع أن نخمن من الذي يعارض من ولماذا. صحيح. إذن شكرا جزيلا لك عبر سكايب من لندن، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن، صباح المختار، حياكم الله.